السلام عليكم حبايبي المتابعين. طبعا راح أعطيكم عدة نصائح صراحة. عند إعادة تركيبك للمروحة خاصة أو الريشة، المروحة الريشة كلها واحد. زين، طبعا هذه القاعدة التي تركب عليها. زين، الجزء الثاني أو المنطقة الأخرى أو العمود، صراحة ممكن نسميه العمود. هذا العمود، زين، هذا العمود يركب في هذه المنطقة. زين، في الفتحة هذه. قبل ما تركبها صراحة تأكد أن هذه القاعدة أو الربلة هذه، زين، سليمة غير محترية وليست متقطعة، لأنها راح تسبب لك مشاكل. زين، بدلها إذا لزم الأمر. هذا واحد. الشيء الثاني، زين، ركبها بشكل سليم. تركب كذا او كذا، اوكي، ركبها بشكل سليم. ايضا ضع لها جريز شويه، طبعا لا تكثر من الجريز. الجريز راح يكون فقط كميه بسيطه مثل هذه. زين، ممكن تضعها في الداخل، اوكي، وممكن ايضا تضع في هذا المنطقه بهالشكل. زين، كمية بسيطة صراحة، يعني لا تكثر منها، لأن أحيانا الجريز يجمع الأتربة. زين، بعدين طبعا راح تحط أو تدخل المسمار داخل الفتحة مال أو الحجرة. زين، بعدين نركب المحرك مال المروحة. راح تركبه قبل صراحة ما تشد البرقي خاص بالمروحة أو بالعمود تدوير المحرك، لأن طبعا ممكن البرغي يكون في الخارج هنا، وممكن يكون البرغي بالداخل حسب نوع الجهاز. زين، تأكد صراحة أنه يعني لا هو ملامس من هذه الجهة، أوكي، أو أنه يكون ملامس من هذه الجهة. زين، ما يكون ملامس بهالشكل. زين، يعني الفراغ هذا ما يكون كبير، والفراغ هذا ما يكون ايضا صغير، والعكس صحيح، يعني ما يكون هذا كبير وهذا صغير. حاول انك تعمل صراحة الميزانية. بعض المحركات مثل هذه الاو جنرال فيها صراحة العلامة، هذه العلامة تلاحظون في مثل المارك هذه. زين، هذا المارك، شوفوا هذا الخط، يبدأ خط في خط هنا. هذا الخط هو الاخر منطقة ممكن تحط فيها او تشد فيها البرغي صراحة. وبالتالي راح تلاحظون ان هذه المسافة، الفراغ هذا، زين، هو نفسه. زين، هذا الفراغ او اقل شوي. يعني ممكن ايضا تعمل لك انت ميزانية بروحك، بحيث انه يكون الفراغات هذه تكون متساوية صراحة. زين، ممكن الفراغ يكون كذا، زين، متساوي مع هذا. راح اكبر فقط اعطيكم شغل الاضاءة. زين، تلاحظون الفراغ هذا، زين، وهذا الفراغ. زين، يعني لا تكثر من الفراغ. زين، لان لو كثرت من الفراغ ممكن العمود هذا راح يطلع. يعني حاول انك تترك تقريبا 2 3 ملي، ممكن 3 ملي من هالجهة، وهذا الجهة ممكن راح يكون أيضا 3 أو 4 ملي. وبعدين شد عليه. زين، شد على البرغي. مثل ما قلت، البرغي ممكن يكون بالداخل وممكن يكون بالخارج حسب نوع الجهاز. يعني حاول انك تشد عليه، اوكي، بشكل جيد. وبعدين قبل ما تقفل، زين، حاول انك تلف الريشة هذه، شوف هل في اي احتكاك. زين، هل في اي صوت غير مرقوب؟ لان احيانا صراحة بعض هذه الربلات ممكن يطلع ويمسك هنا. زين، يعني مثلا هذه ممكن تطلع احيانا تمسك هنا تسوي لك صوت. يعني لا تقفل قبل ما تتأكد ان ما عندك اي صوت في الريشة
أو في المحرك. زين، أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع جمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب وأيضا نشر محبكم. نشوفكم على خير إن شاء الله.